معاكم عبدو حماد. احنا النهارده هنشرح غساله سامسونج 11 كيلو، وعايزينكم ان شاء الله تتابعوا كده القناه، لان احنا ان شاء الله نبدا نشرح كل ما يكون قدامنا غساله، نبدا نشرح البرنامج بتاعها، الاعطال البسيطه اللي ممكن حضرتك تعمليها، الاعطال اللي ممكن الفني يتلخبط فيها، الاعطال اللي ممكن عشان لما يجي حد يصلح لك غساله تبقى فاهمه ايه الغساله، ايه اعطالها، ايه الحاجه اللي هيعملها، ايه اللي هيغيرها. كل ده ان شاء الله هيكون موجود في قناتنا، فتابعونا على القناه عشان نبدا نوليكم او نتابعكم اول باول بالفيديوهات ان شاء الله. عندنا النهارده غساله سامسونج 11 كيلو، دي تحميل علوي، دي تستخدم فيها المسحوق العادي والمسحوق الاوتوماتيك، وهو يفضل فيها الاوتوماتيك، ما حدش يستخدم مسحوق عادي كتير، ان المواد الكيميائيه بتاعت المسحوق العادي بتاثر على الجوانات بتاعت الحلل، فاحنا بنفضل المسحوق الاوتوماتيك في جميع غسالات الفول اوتوماتيك او الاوتوماتيك. دلوقتي معانا زرار الباور بتاعها، زرار التشغيل بتاعها، هي يعتبر فيها 6 برامج بس للغساله ديت، برنامج ملابس رقيقه وبرامج ملابس خفيفه، طول شويه 48 درجه، الحركه بتاعه الموتور وبتاعه الجيربوكس بتاعها حركه معينه عشان الملابس دي ما تنسلش، ما تتقطعش، ما تلاقيش فيها خرام، ما تلاقيش فيها تنسيل فيها، فعاملينها برنامج مخصوص. البرنامج اللي تحت دوت برنامج تنظيف الحوض، وبرنامج ده ساعتين، وقت طويل جدا، وبيعصر وقت كتير، بيخش الغساله دي بتفضل بنظام بالهواء بالضغط، تفضل تعصر 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 وتقف تعصر وتقف بعد ما تملى ميه وبعد ما تغسل. ده ما نحبوش قوي، ما يعني ما نستحبش ان حد يستخدمه كتير عشان ما يهلكش الغساله بتاعته بسرعه. ده برنامج سريع، برنامج غسيل سريع، لو انت عندك اقمشه اوريدي نظيفه شويه، ما اتدهولتش، ما فيهاش بقع عاليه، الحاجات دي كلها بتعمليها في البرنامج السريع، وهتلاقيها بتنضف معاكي مع حركه الغسيل ومع حركه الحله بتاعتها، هتلاقيها بتنضف معاكي. ده الجينز، هو طويل شويه، ساعه و10 دقائق، علشان انت عارف القمشه الجينز دي قمشه شديده وتقيله شويه على الغساله، فعاملين لها برنامج ساعه و10 دقائق، وبتاخد حركه الموتور بتاعها وغلط الحله بتاعتها تبقى مختلفه طبعا عن الملابس الرقيقه، فعاملين لها برنامج مخصوص. ده البطاطين، البطاطين هنا برنامج ليه ساعه ونص، هيفضل يغسل في البطاطين، البطاطين تقيله طبعا، هي مكتوب بطانيه بلانكيت وتحط بطاطين، بس طبعا احنا ما نستحبش موضوع البطاطين دي في الحلل، الحله انت بتحط حله فيها بطانيه مثلا اوريدي مثلا 7 كيلو 8 كيلو، هتشرب ميه اديها تاني 7 8 كيلو، بتشرب ميه كتير وبتعوم في ميه، فحمل ولود على السوست والمساعدين بتاعت الحله وعلى الجروبوكس بتاعت الحله، فتقل عليها، فيا ريت ما نحطش فيها الحلل البطاطين التقيله، يعني لو هتحط بطاطين حط بطاطين خفيفه شويه عليها. بعد كده عندك البرنامج ده، برنامج اختياري انت بتعمليه وبتظبطيه عليه، يعني انت عايزه تعملي برنامج معين ياخد واتش قد ايه، ياخد واتش غسيل معين كام شطفه، عايزه تعمليه 3 شطفات 4 شطفات مثلا، وياخد وقت سبن قد ايه. شوف لو انت لاحظتوا ان انا ايه، كل ما اعمل حاجه بتزود اللمبه بتاعتها، خلاص بعد كده ببدا ادوس ستارت، هو هيمشي على البرنامج اللي احنا عملناه فيه دوت وهيشتغل عليه اللي احنا سيبناه عليه. طبعا انا هقف دلوقتي، هما دول بردك زراير اللي كنت لسه هشرحها، دي ووتر ليفل، مستوى الميه اللي انت عايز تعمليها، في مستوى اولاني تاني تالت رابع خامس لغايه 5 مستويات للميه، والزرار اللي بعته تمبريتشر، بتختاري انه برنامج كولد ميه ساعة. طب هوقف عشان الاذان. ومعانا زرار التمبريتشر او زرار اختيار درجة الحرارة، عندك حاجتين درجتين، الهوت والكولد. الهوت المية السخنة، يعني عندك هنا في الغسالة لما تيجي توصلي الغسالة عندك صمامين، مية ساعة ومية باردة، دي الساعة ودي السخنة، دي بتوصل على الحنفيه العاديه خرطوم، وده بتوصل على الحنفيه من السخان. الغسالات ديت ما فيهاش تسخين، فانت بتوصلي لها ميه سخنه، والميه السخنه بتاعت السخان، السخان ما نعليهاش لدرجه حراره اعلى من 60 عشان بيأثر على الجونات وبيأثر على البلاستيك بتاع الحله. وميه بارده كولد، الميه الساقعه بس اللي داخله. طب انا لو عايز ورم او دافي، بنظبط الاثنين مع بعض، في بعض الغسالات في لمبه وفي زرار ضغطه للورم للدافي، هو بيدخل الصمام مع بعض، اما هنا انت بتدوسي على الاثنين، بتدوسي وتظبطي اللمبتين مع بعض عشان يدخل الحنفيتين او يدخل الصمامين الكويلين مع بعض.
خلاص. هنا هوائي نقاء نقع هوائي، هنا في جهاز عاملينه دلوقتي مع ضغط الهواء مع ضغط الحلة مع لف الحلة، بيخلي يعمل فقاعات هواء وبيعمل ضغط هواء على الغسالة من جوه من الحلة، عشان يبقى في وسط الغسيل يعمل زي عملية خلخلة، خلخلة للغسيل وخلخلة بتاعه عشان يعمل عملية نظافة زيادة. ده واتش غسيل، وقت الغسيل اللي حضرتك عايزاه تظبطيه 20 زي ما انت شايفين، 3 دقايق بنطلع معاها. ده رينس لو انت عايزه تختاري عدد شطفات او بتزوديها او بتنقصيها، شطفه او 2 او 3 او 4 5، اخر شطفات ليها 5 شطفات. هنا النسبين، عدد وقت التايم بتاع الغساله هتقعد قد ايه تقصر. هنا 4 دقايق 5 3 دقايق دقيقتين دي 9 دقايق 8 دقايق 7 دقايق، بيفضل ينزل معاك او تختار الوقت اللي حضرتك عايزاه. هنا في زرار اخير في البرنامج او في الغساله، هنا دوران سريع وشطف، تدوسيهم مع بعض. مثلا انا ايه اختار اي برنامج، مثلا القطن ديت البطاطين، وادوس على الاثنين مع بعض وادوس ستارت، الغساله تشتغل تسحب ميه وتبدا تشتغل، وادوس الاثنين مع بعض تعمل لي الغاء اللمبه دي نورت. المفاتيح كلها ما حدش يقدر يتحكم فيها، اذا كان عندك طفل او عندك حد تاني ممكن يلعب في الغساله او يلعب في زراير، مش هيقدر يتحكم فيها ولا يعمل اي حاجه. رجع تاني زي ما هي البرنامج بتاعها، مفيش الا زرار الباور بس اللي يقدر يتحكم فيه، يضغط عليه يفصله او يشغله. وكده شرح بسيط وسريع شويه للغساله البرنامج هنا. بس نسينا نقول حاجه، في الدرج بتاعها هنا بنحط فيه المسحوق والزهره، هنا بنحط المسحوق وهنا بنحط الزهره او المنعمات بتاعتنا، وهي الميه بتخش عليه بتاخدها من هنا وتنزلها في الحله، او لو انت حابه تدقي على الحله على طول في قلب الغساله من جوه على طول المسحوق بتاع حضرتك عادي خالص. في حاجه تانية، ما حدش يفتح الباب وهي شغاله بالذات وهي داخله عصر، وهي داخله عصر الغساله مش هتعصر معانا وهتعمل لنا عطل. لغيت البرنامج او قفل الاطفال واظبط بس عصري بس. هنشغل الغساله، اظبط عصري بس اسبني بس، واديها ستارت تبدا تخش عصر بس والحله تبدا تلف. دلوقتي لو الغساله مفتوحه هتعمل لنا دي 3 دور، يعني الباب مفتوح فهي مش هتعصر، لازم الباب يكون مقفول علشان تعصر. وعموما خلي الباب مقفول، ما تخلوش مفتوح كده والميه تطش بره وتعمل بره، فخلي الباب مفتوح. معاكم قناه عبدو حماد، اي استفسار اي سؤال عن اي حاجه، في حد عايز برنامج معين او شرح معين يساله على القناه واحنا نرد عليه في فيديو او في تعليق معكم. السلام عليكم ورحمه الله.